طيب معانا عبر الهاتف الآن الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور كالعادة. صباح الفل طبعا زميلي وصديقي المتألق دائما كريم، ببقى سعيد جدا بوجودي معاك. لكن عاوز أضحكك في الأول، أنا واقف في البلكونة بقالي ساعة من المدخلات لما راح التلج. الله يكون في عونك. ما اقدرش اتاخر عنك ابدا يا حبيبي يا دكتور ايهاب. حبيبي لا ما احنا مش هنطول ان شاء الله، عشان عارف برضو ان انت مرهق اكيد بطبيعه الحال بسبب الضغط النهارده، كل الناس عندها تساؤلات. بس انا سؤالي الاول هو ربما يكون سؤال مختلف عن الاسئله اللي سمعتها النهارده، مش مجرد سؤال عن الحدث اللي احنا عايشين فيه، بس ده تساؤل انا بساله بقالي يومين. هو لحد امتى مش هيبقى عندنا لوائح وقوانين واضحه وصارمه وسريعه وجازمة في كثير من الأمور والقضايا قبل ما ندخل في أي جدل بين أندية أو بين الأندية والاتحاد أو بين أندية ولجان؟ إمتى نبقى صارمين وإنت راجل مطلع على كرة القدم العالمية، لاعب يوقف أو لاعب يخطئ تاني يوم على طول مباشرة تلقائيا أنا كإعلامي أقول خلاص ده هيتوقف كذا ماتش؟ ليه عندنا دايما الأمور مش واضحة؟ عيب جدا بهذا السؤال، لكن عاوز أقول لحضرتك ما يتم الآن في الاتحاد المصري لكرة القدم في مثل هذه الأمور هو تطبيق اللوائح اللي لازم يمشي بها على الجميع دون استثناء. اللائحة بتقول لك إن لجنة الانضباط من حقها إصدار العقوبة، ولجنة التظلمات أو لجنة الاستئناف من حقها أيضا البت فيها، تعليق العقوبة لحين البت فيها. البت فيها ممكن يكون في يوم، ممكن يكون في يومين على طول، لكن ده وفقا للائحة. ما كان يتم قبل ذلك هو امر كان خارج نطاق اللوائح والقوانين. احنا بدانا نطبق اللوائح كما ينبغي ان تكون او بالصوره الصحيحه اللي ينبغي اللي هي تكون عليه. انا نفسي معاك ومع كل الناس في مصر اللي احنا نصل بكره القدم في مصر وبالرياضه في مصر الى حاله من الارتياحيه والقبول لدى الجمهور في الشارع المصري، وان هو يتقبل لما اصدر عقوبه على ايهاب ولا على كريم يقول لك في عدل في هذه العقوبه، وبتطبق العقوبه على الكبير قبل الصغير، لان انا عندي ضلعي او هرمي في كره في مصر هم النادي الاهلي ونادي الزمالك، وبالتالي لما اي نادي صغير بيشوف ان العقوبه والقانون بيطبق على الكبير هو نفسه كمان هيقول لك خلاص اصبح له عدل، وده اللي احنا بنسعى له داخل اروقه الاتحاد المصري لكره القدم. تسالني عن الوقت الحاضر، انا بطبق اللائحه الصحيحه. ما كان بيحدث قبل ذلك في قصه مثلا زي امام عاشور، لا كان من حق امام عاشور وفقا للائحه اللي موجوده دلوقتي ان هو يوقف لجنه الانضباط في حين الفصل فيها من لجنه التظلمات. ده ما حصل. طيب مع ولو كنا موجودين ايام امام عاشور باللائحه اللي موجوده معانا كنا هنعمل كده مع امام عاشور. طب دي نقطه مهمه جدا. طيب دكتور ايهاب انا هتكلم مع حضرتك بتايم لاين. احنا بنتكلم في مواجهه الاهلي والزمالك كانت في نهايه شهر يناير الماضي. احنا دلوقتي في شهر 5 او نتحدث على اخر قرار للجنه الانضباط تقريبا في منتصف شهر ابريل، يعني احنا بنتكلم في فتره زمنيه وصلت لثلاث شهور. هل ثلاث شهور دي فتره منطقيه وطبيعيه لقرار ضد لاعب اخطا او اعترف في لجنه الانضباط انه اخطا؟ هل ثلاث شهور دي فتره طبيعيه ومنطقيه؟ تمام. طبعا انت حضرتك عارف ان القرار صدر من خلال لجنتين اتنين، لجنه الانضباط السابقه برئاسه المستشار الجليل محمد عبد صالح، واللجنه الحاليه برئاسه المستشار الجليل طبعا اللي بنكمل له كل تقدير عز الدين خميس. وبالتالي طبعا على ما بعت كهربا في المره الاولى جه او ما جاش، وبعد كده بقت لغايه ما انتظم امام اللجنه الخاصه بالانضباط السابقه وخلاص كانت هتصدر قرارها، وحصل اللغط اللي كلنا عارفينه واستقالت اللجنه السابقه برئاسه المستشار محمد عبد صالح. ثم بعد ذلك على ما عيننا اللجنه الجديده برئاسه المستشار الجليل عز الدين خميس. أنا كاتحاد مصر لكرة القدم هذه اللجان هي تابعة للاتحاد ولكن لها استقلاليتها الكاملة، لا أتدخل في عملها من قريب ولا من بعيد، لا ليا إن أنا أقول لها عجلي أو بطئي. أنا دلوقتي بحيل الأمر أو الشكوى المقدمة للاتحاد المصري إلى هذه اللجان، وعلى هذه اللجان بقامتها القانونية والقضائية اللي موجودة فيها تنظر في الأمر وإصدار العقوبة. كانت العقوبة النهاردة بتنفذ وبتبعت على طول في نفس اليوم الى المنوط بهم هذا الامر، وبالتالي انا ما اقدرش اقول له قرارك هيكون ايه ولا هتصدر عقوبه ايه ولا هتطلعه امتى. ده امر مستقل تماما للجنه الانضباط او انا ممكن اقف هنا. معلش يا دكتور ايهاب انا مش حابب اقطعك ابدا، بس هقف هنا لحظه واحده بس. بما انك اتحاد الكره اللي اللجنه تابعه ليك، لما اللجنه تاخد شهرين في بحث هذه القضيه، احنا عندنا حاجه من الاثنين، يا اما اللجنه تاخرت كثيرا في اتخاذ قرارها فاتحاد الكره محتاج يراجعها،
يا اما مفيش لوائح وقوانين واضحه، ودي النقطه اللي هنرجع لها تاني، انه مفيش لوائح وقوانين واضحه مخليه يحسم قراره خلال شهرين. احنا بنتكلم في لجنه عينت في فبراير، اللجنه الجديده، والقرار حصل في ابريل، شهرين تقريبا بالظبط، كتير، فتره كبيره جدا. طيب زي ما انت عارف يعني انا مثلا لو معروف في قضيه من القضايا اللي امام المحاكم العاديه، انت عارف بتروح تحقيقات نيابه وبعد كده بياخد القاضي، ممكن ياجل جلسه وياجل اثنين لحين الاستماع، لحين ادله جديده ممكن ان انا احلها لخبير اصوات، يعني في امور كثيره جدا. انا معاك ان المده طولت شويتين، وان احنا نفسنا ان العداله تكون ناجزه وتكون بسرعه اسرع من كده، وده اللي بكل تاكيد الاجلاء القضاه اللي موجودين داخل اروقه الاتحاد المصري هيعملوا عليه خلال الفتره القادمه، ان يكون في الانجاز في مثل هذه القضايا، عشان الشارع الرياضي يحس ان في الامور بتتاخد بصوره من الجديه وبصوره سريعه، وبالتالي يكون في ارتياح في الشارع الرياضي. انا معاك في دي، وان شاء الله باذن الله بكل تاكيد هم متابعين كل ما يحدث في البرامج الرياضيه وكل ما يحدث في الساحه الرياضيه، وهيكون ده في حسبانهم الفتره القادمه ان شاء الله. طيب الناحيه الثانيه دكتور اياد، بسالك على الجانب الاماراتي فيما يخص مباراه السوبر، هل الجانب الاماراتي في التنظيم هناك هل ابدا اي انزعاج من عدم وجود الزمالك في هذه المواجهه، ولا هو متفاهم فكره وجود بيراميدز بديلا للزمالك؟ طبعا انا استمعت اليك في المقدمه معاك تماما، واقر تماما ان زي ما بنقول دايما ان الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي لهم طعم ثاني، لهم مذاق ثاني، لان هم دول كلاسيكو الكره المصريه، زي ما بتتكلم في ريال وفي اسبانيا، زي ما بتتكلم في كل دوريات العالم. لا بنشوف الهلال والنصر في والاتحاد في السعوديه، لا بيبقى لها طعم ثاني، بيبقى الجماهير بتحرك الصخ. وزي ما انا دايما بقول ان اللاعب داخل المصافير الاخضر عامل زي الفنان اللي على المسرح، الجمهور هو اللي بيحركه، وبالتالي انت ده تاريخ ما يقدرش حد يتكلم فيه، ما يقدرش ابدا نتكلم في تاريخ الاهلي او اتكلم في تاريخ الزمالك، شاء من شاء وابى من ابى، دول كيان وقمه الكره المصريه حتى ولو مروا ببعض فترات الضعف. فانا معاك ان الامر كان بيختلف تماما في وجود الاثنين، لكن الجانب الاماراتي كان التذاكر طبعا كانت بعد، لكن انا بشكرهم شكرا جزيلا. النهارده كانوا قالوا جمهور نادي الزمالك من حقه رد التذاكر الخاصه بيه واسترداد ثمنها، وده شيء يشكر عليه الجانب الاماراتي والمنظمين بشكل برزنتيشن ايضا الراعي لهذا الحدث. لكن خليني برضو في نفس الامر اللي احنا في مرحله انقاذ، سواء كان من نادي بيراميدز او من نادي فيوتشر اللي قدموا موافقه نسائيه في الساعه 3 على التواجد في مثل هذه المباراه، لكن كان هيبقى لها شكل ثاني من حيث الجماهيريه، لكن فنيا برضه فريق نادي بيراميدز انت عارف فريق كبير جدا، في اسماء ياما متعتنا وبتمتعنا بكره القدم، سواء كان مع منتخب مصر او مع انديتهم السابقه او مع نادي بيراميدز حاليا. هل بيراميدز ابدى اعتذاره الاول عن المشاركه في هذه المواجهه؟ لا هو بيراميدز بس، يعني انا مطلوب مني ان انا اكون موجود. طيب التاشيرات هتكون انت، هل انا مطلوب مني بصفتي ايه؟ بصفتك زي ما لاحظ يعني استفسر عن بعض الامور، لكن بشكر نادي بيراميدز، الناس متفاهمه تماما وعارفين ان دي مباراه كبيره وبطل فيها برضه حدث كبير هيضيف لنادي بيراميدز زي ما هيضيف لمباراه السوبر بكل تاكيد. فكان في يعني المفاوضات كانت مريحه جدا جدا مع طبعا القائمين على نادي بيراميدز اللي بنوجه لهم الشكر والتحيه. طيب لماذا اصدر اتحاد الكره النهارده بيانا انه اعطى فرصه للانديه لمده 60 دقيقه لحسم موقفهم سواء الزمالك او بيراميدز؟ ده يمكن اغضب نادي الزمالك واصدر في المقابل بيان. طيب انا اتسالت في السؤال ده النهارده ومره ثانيه، صح الاتحاد المصري لكره القدم اللي هو يخش او يدخل في مشاحنه او في معركه مع نادي جماهيري كبير زي نادي الزمالك او اي نادي جماهيري او اي نادي، لان احنا كلنا في الاول وفي الاخر جايين ايدينا في ايدين بعضنا عشان نطور كره القدم. انت موجود كريم في البرنامج بتاعك، لو انت هتغيب عن البرنامج يوم لازم بتبقى محضر نفسك قبلها، ومين اللي هيكون بديل لكريم؟ عشان ده شغل هوا ما فيهوش تراوح، صح ولا انا غلطان؟ صحيح 100%. فانا دلوقتي نادي الزمالك كان من المفترض ان هو يسافر بالامس وما سافرش، وبعد كده طلع بيان من خلال وسائل السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المختلفه ان نادي الزمالك مش هيشارك في مباراه السوبر. فانا دلوقتي محطوط عامل الوقت مش في صالح الاتحاد المصري لكره القدم ولا في صالح الناس اللي موجوده في الامارات. انا مش هروح العب في اسكندريه او هروح العب في استاد القاهره في ساعه هكون موجود هناك، ده في تاشيرات وفي حجز طيران وفي حجز فنادق، فامور كتيره جدا بتاخد مزيد من الوقت. فاحنا النهارده لما بعتنا لنادي الزمالك وفي نفس الوقت بعتنا للثلاث انديه سواء بيراميدز او طلائع الجيش او فيوتشر على الترتيب، احنا بعتنا لهم ما قلناش في خلال 60 دقيقه، احنا قلنا يا جماعه لحد اقصى الساعه الثالثه، الساعه الثالثه عصرا عشان نقدر بعد كده الزمالك موجود خلاص اوكي التاشيرات بتاعته طالعه وكان عندي حجز طيران يفعل الامر والموضوع انتهى.
طيب الزمالك الساعه 3 قال لي انا مش موجود، يبقى هشوف البديل سواء كان بيراميدز او فيوتشر او طلائع الجيش، هبتدي اكلم الجانب الاماراتي عشان حجز الفندق عشان حجز الطيران عشان تاشيرات، فده بياخد وقت، انا عامل الوقت مش في صالحي. لكن ابدا لا نقصد اطلاقا اللي انا اقول للزمالك 60 دقيقه اقول لي اي او لا، ده امر لا مستبعد تماما تماما. انا عامل الوقت ما كانش متاح عندي، قلت كمان الساعه 3 اخبرونا يا نادي الزمالك، اخبرني يا بيراميدز، اخبرني يا فيوتشر، يا طلائع الجيش، انتوا هتعملوا ايه عشان نقدر عامل الوقت يكون في صالحنا. ومره ثانيه باكد لك احنا في اتحاد الكوره كل التقدير وكل الاحترام لنادي الزمالك وجماهيره ولاعبته، لان ده كيان كبير جدا 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 وتاريخ كبير من تاريخ كره القدم في مصر. احنا النهارده موجودين بكره مش موجودين، لكن نادي الزمالك ايضا هيظل هو نادي الزمالك بكبريائه بتاريخه بنجومه ببطولاته، محدش يقدر يقلل. طيب دكتور ايهاب، لا احيا العقوبه المنتظره على نادي الزمالك بعد الانسحاب او الاعتذار عن كاس السوبر؟ العقوبه منصوص عليها في اللائحه، عندك عقوبه في حاله الانسحاب وعقوبه في حاله الاعتذار. الانسحاب طبعا ده ما حصلش، انه ده يعتبر اعتذار دلوقتي، فالعقوبه بتقول لك ان انت عندك غرامه ماليه نص مليون جنيه، وعندك غرامه ايضا او عقوبه ثانيه اللي انت ما بتشاركش في السوبر لمده او الموسم القادم. لكن في حاله الانسحاب بتتضاعف لموسمين ومليون جنيه. فالعقوبه مخصوص عليها في اللائحه. ده بقى ده اعتذار ولا انسحاب طبقا للائحه برضه عشان نبقى فاهمين؟ عشان الانسحاب انا ما يعني برضه ده امر هيخص لجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين، لكن انت لو انا وانت بنتصارح هقول لك انا ما رحتش وانسحبت من الملعب، ده انا اعتذرت يعني عن الذهاب. يعني لو انا بحللها انا وانت. لكن برضه ما اقدرش اتكلم في نقطه غيري، ده اللي بيتهيألك. فانت بتتكلم ان هي اقرب للاعتذار منها انسحاب. اعتقد ان هي تكون اقرب للاعتذار يعني. وبالتالي العقوبه ممكن تبقى 500,000 جنيه و الابتعاد عن بطوله الامر زي ما قلت لك، ده يختص بالحاج عامر حسين اللي لسه هيقعد ويشوف مع لجنته مع الاتحاد الاردني. مفهوم. دكتور ايهاب، مشرف على التذاكر اللي المفروض ممكن جماهير نادي الزمالك ترجعها في مباراه السوبر اللي موجودين في الامارات يعني، هل التذاكر دي، انا بس هكمل السؤال بعد اذنك، هل التذاكر دي ممكن اي حد يشتريها؟ ممكن جماهير النادي الاهلي تشتريها ولا لازم تكون مخصصه لبيراميدز؟ والله يعني الامر ده يعني في اتصالات مستمره النهارده ما بين الجانب الاماراتي وما بين السيد سيف الوزير اللي موجود هناك ممثلا للشركه الراعيه، ومع الاستاذ خالد الرندال النائب الرئيس، ومع الاستاذ جمال علام الرئيس، طول النهار في الموضوع ده. ايه اللي هيحصل؟ موافقه بيراميدز زي ما انت عارف اللي هي جت يعني بعد الساعه 3، وبالتالي هتعوزوا قد ايه؟ محتاجين قد ايه؟ الباقي ممكن يطرح للبيع، اي جماهير تاخده بيتم الاتفاق عليها. دكتور ايهاب، اخر حاجه وانا بختم معاك، جماهير نادي الزمالك اللي موجود على السوشيال ميديا تتحدث ان اتحاد الكوره، او مش بس حتى جماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك شايفين ان اتحاد الكوره يعني كان في بعض القرارات جه على نادي الزمالك الفتره الماضيه، عايز تواجه حاجه لجماهير نادي الزمالك، مسؤولي نادي الزمالك قبل ما نختم؟ يعني عاوز اقول نادي الزمالك كيان كبير وقلعه رياضيه من قلاع الرياضه في مصر، مش فقط في كره القدم بل في كل اللعبات، يعني دايما المنتخبات المصريه بتكون بخير لما بيبقوا القطبين بخير. اتحاد المصري لكره القدم اطلاقا عمره ما كان ولا هيكون سعداء مع نادي الزمالك او مع غيره من الانديه، احنا بنتم كل تقدير وكل احترام لمؤسسه نادي الزمالك العريقه والجماهير الوفيه المنتشره في مصر وفي الوطن العربي كله، ولكل الانديه الموجوده داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء كان من انديه الدوري الممتاز الى الانديه الموجوده في الدرجه الرابعه، كلنا في وعاء واحد وفي محيط واحد، احنا كلنا جايين لخدمه الكره المصريه، وكان نفسنا ان نادي الزمالك يكون موجود، لكن ان شاء الله تتعوض في الوقت باذن الله. دكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك وبشكرك والشكر موصول دائما انك دائما ترد على كل التساؤلات بشكل مباشر وبشكل واضح جدا وفيه اجابات وافيه، بشكرك شكرا جزيلا.